النهارده زي ما قلت لحضراتكم كان قرار مستر مارسيل كولر بان هو يركز اكتر على اللعيبه اللي ما لعبتش ماتش امبارح في تمرينه النهارده. وخليني اعرف التفاصيل اكتر من زميلنا فاروق صلاح، موجود في النادي الاهلي في الجزيره، بيتابع تحضيرات الاهلي واستمرار مشواره في التحضير للجوله الثانيه مع سان جورج يوم الجمعه اللي جايه. فاروق مساء الخير. برحب بيك زميلي العزيز احمد سمير، وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، يعني موجودين من داخل يعني مقر النادي الاهلي بالجزيره. يعني زميلي احمد، النادي الاهلي في هذه الاثناء مستر كولر بيعقد محاضره فنيه مع اللاعبين عقب يعني الفوز بالامس على فريق سان جورج. انت عارف يعني مباراه مهمه، وكانت البدايه مهمه للنادي الاهلي، فوز بثلاثه اهداف بيدي لك اريحيه اكتر في المباراه القادمه. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه باذن الله. موسم بيتهيأ لي تحديات كولر فيه او سقف الطموحات عند كولر فيه زاد يا فاروق. السنه اللي فاتت الراجل بدون يعني مقدمات دخل في منظومه النادي الاهلي، قدر ان هو يتعامل مع اكثر من مسابقه بيكتشفها هو شخصيا لاول مره، ومع ذلك كانت النتيجه اعتقد مرضيه جدا جدا لطموحات الجماهير. السقف السنه دي او الموسم ده سقف الطموحات والتحديات بالنسبه له بيزيد، قرايته لامكانيات فرقته ووضعها وشعبيتها وحجمها ومستواها على المستوى القاره بيزيد، وبالتالي اعتقد انه كمان في تركيز على ان الموسم ده يكون موسم الارقام. بعيدا عن مباراه او الاستعدادات لسان جورج، ازاي شايف شغل مارسيل كولر السنه دي، وخصوصا طبعا بعد التدعيمات والصفقات اللي اضيفت لسكواد النادي الاهلي؟ يعني زميلي احمد، يعني انت اثرت نقطه في غايه الاهميه، وانت بتفضل سنين تدور على هذا الامر، ان يكون عندك مدير فني على قدر طموحاتك، على قدر طموحات جماهير النادي الاهلي. واعتقد دي بتبقى هي كلمه السر يعني في تاريخ النادي الاهلي على مدار تاريخه. يبقى عندك مدير فني على قدر طموحاتك وقدر طموحات جماهيرك، يبقى عندك لعيب في النادي الاهلي بيرتدي قميص النادي الاهلي على قدر طموحات النادي الاهلي وعلى قدر طموحات جماهير النادي الاهلي. ويعني يعني كلامك واضح، يعني بيوضح كتير جدا من الامور بالنسبه للجماهير. انت دخلت في تفاصيل مهمه جدا بالنسبه لمستر كولر. يعني خليني ارجع معاك بس لحظات بسيطه جدا، يعني بعد مباراه الاهلي وحرس الحدود. يعني انا يعني النقطه دي مهمه جدا. خلال الموسم الماضي لما الاهلي تعادل مع حرس الحدود كان الزعل كبير جدا على مستر كولر، رغم انها مباراه التتويج وبيتوج، ويعني نتيجه المباراه ليست بذات اهميه ولا مؤثره بالنسبه له، لكن كان واضح عليه الزعل الشديد جدا. يعني في هذه اللحظه يعني الواحد حس يعني انت فعلا عندك مدير فني على قدر طموحات الجماهير، رغم انه واخد البطوله لكن زعلان انه تعادل في ماتش يعني بالنسبه له عايز يحقق ارقام، عايز يعمل ريكورد مع النادي الاهلي، فبالنسبه له مش هينشغل بالبطوله وينسى فرحه البطوله وينسى التقصير في مباراه حرس الحدود. دي كانت نقطه مهمه جدا زميلي احمد. كولر بيحضر، انت بتلعب في 8 بطولات، انت عايز تاخد منهم 9، مش عايز تاخد منهم 7 او تاخد 6. اعتقد ببطوله السوبر الاخيره وفقدانك لبطوله السوبر امام الاتحاد العاصمه ادت دوافع كتير جدا بالنسبه لمستر كولر للتخطيط للمرحله القادمه، بدءا من مباريات طبعا الدوري، الانطلاق امام المصري، ثم الانطلاق امام فريق سان جورج، ثم طبعا انت عندك المباراه الثانيه، وبعد كده عندك مباراه الدور قبل النهائي امام انبي، بطوله مهمه جدا لمستر كولر بالنسبه للاعبين. ثم بتدخل بقى للبطوله الاهم للنادي الاهلي السنه دي، بطوله دوري السوبر الافريقي. كولر بيركز على تفاصيل كتير جدا زميلي احمد، مش يعني مش تفاصيل مدرب بيرتكن انه واخد 5 بطولات الموسم الماضي، لا ده هو خلاص نسي ان هو واخد 5 بطولات، بيفكر اللعيبه دايما ان اللي جاي هو خلاص البطولات دي دخلت المتحف، بيركز في اللي جاي. احنا عايزين ندخل كل بطوله انت مطالب يعني تاخد المركز الاول. كولر يعني عايز اقول لك ان الكلام ده مش هقول سابق لاوانه، مستر كولر في تركيزه وفي ترتيبه بيركز انه يلعب المباراه النهائيه في كاس العالم للانديه، ودي من الامور اللي احنا لمسناها مستر كولر في تحضيره في كلامه من اللاعبين. فدي نقطه مهمه جدا زميلي احمد، انت بتقعد سنين فعلا تدور على مدير فني يكون على قدر طموحاتك. انا باكد كلامك بالفعل. طيب كولر على قدر طموحاتك. خليني اخدك لنقطه ثانيه فاروق، برضو نقطه مهمه، ويمكن هو ملاحظه انه مستر كولر بعد المباراه على طول او بعد كل مباراه، يمكن كان قبل كده متعودين انه بعد كل مباراه ممكن يبقى في فتره راحه اذا كان في جاب او يعني فتره زمنيه تسمح براحه للاعبين قبل المباراه اللي بعدها. مستر كولر بيصمم بشكل كبير على انه ثاني يوم المباراه يكون في تمرين، ويمكن يعني اللي عرفته انه بيركز اكتر على اللعيبه اللي ما شاركتش. شغل النهارده او برنامج النهارده بالنسبه لفريق نادي الاهلي والمستر مارسيل كولر ايه؟
يعني خليني اقول لك زميلي احمد ان هو كمان النهارده هيكون في مباراه وديه، يعني مستر كولر بيركز تماما خلال الفتره الماضيه انه يبقى في مباراه وديه للعيبه اللي ما شاركتش، الى جانب طبعا بتبقى مباراه مع قطاع الناشئين علشان نفس اللعيبه تبقى واخده الحمل التدريبي. يعني لو هقول لك البرنامج اليوم، هو في هذه الاثناء مستر كولر بيعقد محاضره مع اللاعبين، طبعا بيشكرهم على الاداء بالامس وخلاص بيقفل صفحه مباراه سان جورج وبيركز على الفتره القادمه. يعني النهارده هتكون في مباراه وديه، طبعا في طبعا استشفاء او تمرين خفيف للعيبه اللي شاركت في اللقاء بالامس، ثم هيكون في مباراه وديه لمجموعه اللعيبه اللي ما لعبتش بالامس، الى جانب طبعا اللعيبه العائده من الاصابه، الى جانب مجموعه من لاعبي قطاع الناشئين. بيبقى عامل فرقتين خليني بقول لك بيضغى عليها الطابع الرسمي، بيبقى في طاقم تحكيم. يعني انا عايز اقول لك ان مستر كولر بيديها طابع رسمي، بيبقى في طاقم تحكيم موجود في هذه المباراه، مستر كولر بيصور المباراه علشان يقف على كل النقاط الخاصه ببعض العناصر في قطاع الناشئين. وخليني اقول لك برضو زميلي احمد من يعني من الامور اللي مستر كولر بيحضرها انه هيدي فرصه لبعض اللاعبين في المباراه القادمه امام سان جورج الاثيوبي. يعني من الممكن هتشوف كريم فؤاد من البدايه، تشوف اكرم توفيق، تشوف كريم الدبيس، تشوف بعض اللعيبه اللي ما كانتش بتشارك بصوره منتظمه، محمد مجدي قفشه تشوفه من البدايه. طبعا انت عارف ان النادي الاهلي هيستعيد في هذه المباراه خدمات رضا سليم، اللاعب اللي كان غاب عن مواجهه الامس هيكون موجود طبعا معاك في المباراه القادمه. طبعا انت بعد مباراه سان جورج هيبقى عندك لقاء انبي في مباراه كاس مصر والدور قبل النهائي، مستر كولر بيفكر انه يدي راحه لبعض اللاعبين استعدادا طبعا لمباراه انبي. طبعا زميلي احمد يعني في الوقت انا بكلمك فيه كان ايضا يعني كريم نيدفيد وعمرو السوليه، خليني اقول لك ان هم دخلوا المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي وبداوا الجري حول الملعب. محمود متولي خلاص هيبدا ياخد اجزاء من المران الجماعي طبعا تمهيدا لعودته. تقدر تقول يعني الامور التحضيرات اللي مستر كولر بيعملها، عوده اللعيبه المصابه، النظر لقطاع الناشئين، امور مستر كولر بينظر لحاجات كتير جدا على المدى القريب والمدى البعيد، ودي تقدر تقول فلسفه مستر كولر مع كل اللاعبين، تجهيز كل اللاعبين ما عنديش بديل وعندي لعيب اساسي. هنتابع بالتاكيد يمكن ملامح تدريبه يوم الاربعاء فاروق هتوضح بشكل كبير جدا تفكيره مباراه السان جورج اللي يمكن تكون الفرصة الوحيدة المتاحة للتجارب، لكن بعد كده هتروح على إمبي قبل نهائي كاس مصر، أعتقد عندنا ماتش الإسماعيلي قبل ما نروح طبعا للتوقف، وبعد كده بداية بقى الأفرو ليج، البداية الحقيقية لمشوار الأهلي الموسم ده على مستوى المنافسة والصعوبة طبعا. كل التوفيق، بشكر زميلنا فاروق صلاح.